منذ ان اذن الله تعالى لرسوله الكريم بالهجره الى يثرب لتصبح بقدومه مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه المنوره حينها حطت رحاله الشريفه وناقته الماموره في مربد للتمر لغلامين يتيمين في حجر اسعد بن زراره فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبدا من هنا قصه مسجد اسس على التقوى امر النبي صحابته الكرام من المهاجرين والانصار بالبدء برفع اعمده المسجد النبوي الشريف وبنائه من السعف واللبن والحجاره شارك فيها المصطفى بالبناء بيديه الشريفتين ثم تطورت مراحل بنائه وتوسعته عبر القرون الى عصرنا الحالي لتبقى الاعمده والمنارات والمحراب والروضه الشريفه وغيرها الكثير معالم واثار وحضاره قديمه شاهده على تاريخ المسجد النبوي الشريف لم يكن للمسجد النبوي بعد بنائه الا محراب النبي صلى الله عليه وسلم والذي استمر عليه حتى وفاته ولم يكن له بناء يخصه او اشاره تدل عليه وانما كان يصلي الى موضع جذع النخله حيث روى ابي بن كعب فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى جذع نخله اذ كان المسجد عريشا وكان يخطب الى ذلك الجذع وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اصبح للمسجد محراب اخر يصلي عنده الامام فعندما وسع عمر المسجد النبوي الشريف وسع الجدار الجنوبي بمقدار عشره اذرع واصبح الامام يصلي في التوسعه الجنوبيه الجديده بقي موضع محراب عمر بن الخطاب معروفا ومشهودا بعد حادثه مقتله رضي الله عنه فعندما خرج يصلي الفجر بالناس وبينما هو في صلاته طعنه ابو لؤلؤه المجوسي بخنجر مسمومه وكان ذلك يوم الاربعاء السادس والعشرين من ذي الحجه سنه ثلاث وعشرين للهجره وبعد أن ظهرت فتنة الخوارج في المدينة، قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم استمرت الفتنة إلى عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانت هناك محاولات لقتله. وفي السادس من رمضان سنة أربعين للهجرة، تربص اثنان من الخوارج بعلي عند خروجه كعادته ليوقظ الناس قبيل صلاه الفجر للصلاه فقتلوه وهو يصلي بالمحراب فصاح قائلا فزت ورب الكعبه لم يكن المحراب العثماني بعد عهد عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب مجوفا او مميزا الى ان كانت توسعه عمر بن عبد العزيز حينها احدث تجويفا في المحراب اثناء عمارته سنه واحد وتسعين للهجره المحاريب جمع محراب والمحراب ياتي في اللغه بعده معاني من معاني المحراب انه صدر المجلس ومن معانيه انه ما اعد لكبار الشخصيات والسلاطين من مجالس ومن معانيه اماكن العباده فورد ذكره في القران في قصه سيدنا سليمان عليه السلام عندما وصف الله عز وجل الجنود الذين يعملون له من الجن فقال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب و يعني ورد في كتب التفسير ان المحاريب هنا هو المجلس الذي يجلس عليه السلطان او الملك ومن معاني المحاريب ايضا او المحراب صدر المجلس وذلك كما في قول الله تعالى في حق سيدنا داود وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وتسور المحراب معنى دخلوا عليه في المجلس ومن معاني المحراب من معاني المحراب في اللغة المكان الذي يصلى فيه كما قال الله تعالى في حق زكريا عليه السلام فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى وقال في حق مريم عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا إذا المحراب أو المحاريب هي موجودة في الشرائع والأديان التي سبقت الإسلام وجاء الإسلام أيضا وكان في الإسلام محاريب والمحراب في الإسلام اه اتخذ في بداية شكله عند اه ما يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخلها مهاجرا كان قد اتخذ محرابه إلى بيت المقدس إذا أردنا الحديث عن ما يتعلق بالمحراب فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي في المسجد النبوي الشريف بالمسلمين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكن له محراب مجوف كالمحارب التي نشاهدها في هذا العصر وهذا الزمان وإنما كانت القبلة فقط عمود أمامه وكان صلى الله عليه وسلم في بداية أمره يصلي وقبلته أسطوانة عائشة رضي الله تعالى عنها المسمى بأسطوانة عائشة ثم بعد ذلك انتقل صلى الله عليه وسلم بعدها إلى أن أصبحت قبلته باتجاه الأسطوانة المخلقة أو الأسطوانة المطيبة فظل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي طوال عهده صلى الله عليه وسلم حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى باتجاه الأسطوانة المخلقة كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يصلي في محراب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقبل وفاته بخمس سنوات امر رضي الله عنه بتوسعه المسجد النبوي الشريف وقد كانت التوسعه من جهه القبله ومن جهه الشمال ومن جهه الغرب ولم يقم بتوسعه المسجد من الجهه الشرقيه لوجود حجرات امهات المؤمنين رضي الله عنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زيادته عشره اذرع من جهه القبله وعشرين ذراعا من جهه الشمال وعشره اذرع من جهه الغرب، وتميزت عماره وتوسعه الخليفة عثمان بن عفان بالدقة وبالجودة وبالتميز حيث أشرف رضي الله عنه وأرضاه على البناء بنفسه فبنى المسجد بالحجارة المنقوشة وغطى سقفه بخشب الساج وجعل رضي الله عنه وأرضاه بعض أعمدة المسجد من الحجارة المنقوشة وبعضها من الحديد والرصاص وبلغت مدة بناء وتوسعة وترميم المسجد في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ما يقارب عشرة أشهر ومن أبرز معالم توسعته رضي الله عنه وأرضاه محرابه الواقع في جنوب المسجد النبوي الشريف وذكر بعض المؤرخين أن الخليفة عمر بن عبد العزيز هو من أقام محراب عثمان بن عفان في موضعه الذي كان عليه يصلي رضي الله عنه وأرضاه وقد حظي محراب عثمان بن عفان باهتمام وعناية كبيرة على مر العصور فقد كسي بالرخام في عهد السلطان أشرف قايت باي وتم تجديده وترميمه أيضا في عام 1198 وكذلك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله ويتميز المحراب العثماني بالوانه الجميله والكتابات المزخرفه بخط الثلث والتي تعكس فن وجمال العماره الاسلاميه ومن ومن الكتابات الموجوده في وسط المحراب بعض صفات واسماء النبي صلى الله عليه وسلم وكتب في اعلاه كلمه التوحيد كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله المحراب في اللغه هو المكان المرتفع او المكان الذي يكون في صدر المجلس هذا في, في, في لغه العرب لكن سمي المحراب بعد ذلك للتجويف الموجود في داخل المساجد والذي يشير الى القبله واول محراب انشئ في المساجد كان من قبل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما كان اميرا للمدينه بين الاعوام ثمانيه للهجره الى واحد وتسعين للهجره فانه لما وسع المسجد النبوي بامر الوليد بن عبد الملك احدث التجويف الموجود في قبلة المسجد واصبح يعرف هذا الشيء بالمحراب هذا المحراب اصبح سمت لكل مساجد المسلمين بعد ذلك فلا يخلو مسجد من محراب موجود فيها ومن الخطا تفسير قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا بان المحراب هو هذا المكان المقصود فيه لا المحراب في هذه الايه يفسر بالمعنى اللغوي وليس بهذا المعنى الموجود في عصرنا والمسجد النبوي المبارك فيه الان خمس محاريب، كانت سته، واحد منها هذه السادس قد ازيل مؤخرا. نبدا بالمحراب النبوي وهو موضع صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده المبارك، ومكانه بداخل الروضه المطهره، الروضه النبويه المشرفه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المحراب او في هذا الاتجاه. بعد أن تحولت القبلة ناحية الجنوب ناحية المسجد الحرام بمكة أما قبل تحويل القبلة فكان اتجاه قبلته صلى الله عليه وسلم إلى الشمال يقول الإمام السمهودي إذا أردت أن تعرف موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس فاجعل اسطوانة سيدة عائشة وهي اسطوانة المخلقة وراء ظهرك ثم اتجه الى الشمال حتى اذا كان جاب باب جبريل على يمينك وباب الرحمه على يسارك يكون هذا هو موضع صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتجه الى الشمال. ثم هناك المحراب العثماني وهو يقع جنوب المحراب النبوي المبارك الموجود في الروضه. وهذا المحراب يسمى عثماني لانه في التوسعه التي قام بها سيدنا عثمان بن عفان. حيث وسع من جهة الجنوب رواقين وهي أقصى توسعة حدثت عبر العصور فقد وسع سيدنا عمر بن الخطاب رواقا واحدا ناحية الجنوب ثم وسع سيدنا عثمان بن عفان رواقا آخر تعددت المحاريب في المسجد النبوي الشريف منذ عهد النبي وعبر الازمنه والتوسعات فلم يكن محراب النبي والمحراب العثماني هما المحرابان الوحيدان فاضافه لهما كان هناك محراب التهجد وهو المكان الذي كان يصلي فيه المصطفى عليه الصلاه والسلام في الليل ويقع في شمال الحجرة النبوية الشريفة وحوله حاليا دكة الأغوات وقد جدد هذا المحراب في عمارة السلطان قايت باي سنة 888 للهجرة ثم جدد أثناء العمارة المجيدية وما زال موجودا ويوجد أمام محراب التهجد داخل المقصورة الشريفة محراب تهجد السيده فاطمه الزهراء وهو محراب مجوف مرخم شبيه بمحراب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى يمين الواقف في المحراب النبوي عند الاسطوانه الثالثه يظهر المحراب السليماني والذي عرف بالمحراب الحنفي وقام طوغان شيخ ببناء هذا المحراب بعد عام 860 للهجره واستمر هذا المحراب الى ان جدده السلطان سليمان خان المعروف بسليمان القانوني وزخرفه بالرخام الابيض والاسود فاشتهر بعد ذلك بالمحراب السليماني. يشابه هذا المحراب تماما محراب اخر يسمى المحراب السليماني، وهو على يسار الداخل من باب السلام وقبل ان يصل الى الروضه المباركه، وهذا المحراب نسخه تماما من المحراب النبوي الشريف، الا انه غير مكتوب عليه هذا مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، يطلق عليه المحراب السليماني لان الذي اهداه للمسجد النبوي المبارك هو السلطان سليمان القانوني العثماني، ولكن قبل ذلك كان هذا الموضع هو محراب الاحناف. لان امام المسجد النبوي في المدينه كان من الشافعيه والاحناف معروف انهم يؤخرون الصلاه لذلك كان يجتمع لهم امام فيصلي بهم بعد خروج وقت الصلاه او في اخر وقت الصلاه في هذا الموضع ولما جاء محمد علي باشا وكان الحجاز يعني في ممتلكاته وقتها قدم امام الحنفيه فجعل امام الحنفيه يصلي في المحراب العثماني ليله وامام الشافعيه يصلي في المحراب النبوي ليلة. محراب النبي صلى الله عليه وسلم الذي خلفه مباشره وهو امام الاسطوانه المخلقه لا يوافق ولا يقابل التجويف الموجود حاليا وانما عن يمينه قليلا. فمن أراد أن يصلي في محراب النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يقف يمين التجويف ويجعل التجويف يساره فكأنه صلى في موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك لوحة من الرخام مكتوبة عليها هنا مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المحراب الثاني الموجود في المسجد النبوي. كم محراب موجود في المسجد النبوي؟ يوجد عدة محاريب. المحراب الأول هو المحراب النبوي. يعني المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك محراب وانما انشاه عمر ابن عبد العزيز في مكان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المحراب هو الذي يصلي فيه الان الائمه ائمه المسجد النبوي وهو الذي يكون في داخل الروضه في داخل الروضه ومكان صلاه النبي عليه الصلاه والسلام ان يميل الانسان قليلا الى اليمين في هذا المحراب فيكون في مكان مصلى رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا هو اقدم المحاريب وهو الذي صلى فيه ايضا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. اما عمر بن الخطاب فانه وسع المسجد من ناحيه الجنوب فصلى في محراب اخر او في موضع اخر. وهذا الموضع غير موجود الان نظرا لتوسعه عثمان رضي الله تعالى عنه الى الجنوب. المحراب الثاني هو المحراب العثماني وهو الذي يقع الان في قبله المسجد في الجدار الجنوبي للمسجد. وهو الذي كان يصلي فيه الائمه الى عهد قريب وهو المحراب الجنوبي. ومكان المحراب هو مكان مصلى عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم المحراب الثالث يسمى محراب التهجد. ومحراب التهجد يقع في شمال المقصوره او في شمال المقصوره الشريفه التي يقع فيها بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وبيت السيده عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها. وهذا المكان موجود في شمال الحجره وكان واضح الى عهد قريب ثم الان موجود عليه مثل الغطاء على هذا المحراب ومن محاريب المسجد النبوي الشريف محراب شيخ الحرم الذي يقع شمال دكة الاغوات باربعة امتار تقريبا، ثم ادخل في محيط مصلى النساء، ثم ازيل هذا المحراب مؤخرا. المحراب الرابع هو محراب التهجد. ومكانه بداخل المقصورة النبوية الشريفة، ولكن السلطان قايد باي لما صنع هذه المقصورة أراد أن يضع محرابا بمحازاة هذا المحراب، محراب التهجد، فوضعه خلف الحجرة النبوية الشريفة، وفي التوسعة العثمانية للسلطان عبد المجيد أتوا بقطعة واحدة من الحجر الأحمر وجوفوها وصارت هي المحراب التهجد ونقشوا فيه آية التهجد. المحراب الخامس هو محراب السيدة فاطمة وهو موجود بداخل الغرفة النبوية المشرفة وهو كان في بيت السيدة فاطمة الزهراء وهو نسخة من المحراب السليماني ومن المحراب النبوي المبارك وكلها في الفترة التي يعني اهديت فيها محاريب السابقة بنفس الزخرفة وبنفس الفسيفساء. كان المحراب السادس يسمى محراب شيخ الحرم، وشيخ الحرم يقصد به والي المدينه في العصر العثماني، وكان هذا المحراب على يسار الداخل من باب النساء، وعلى يمين الداخل من باب جبريل، وكان يصلي عنده شيخ الحرم، ثم تركه للنساء في هذه الفتره. وقد أزيل هذا المسجد المحراب مؤخرا وبقيت المحاريب الخمسه الموجوده حتى الآن يستطيع الزائر ان يرى الثلاثه منها واضحه. تعددت مواضع الإمامة والصلاة في المسجد النبوي الشريف عبر الأزمنه. وقد اهتم بها المسلمون وسعوا إلى عمارتها وتطويرها فأصبحت المحاريب رمزا مهما من رموز المساجد الإسلاميه. فزخرفت بالنقوش الاسلاميه وزينت بالايات القرانيه لتكون المكان الانسب والاستقبال القبله ومحرابا للامام الذي يؤم المصلين وعبر العصور كان ائمه الحرم النبوي الشريف يصلون مكان النبي صلى الله عليه وسلم في الروضه المشرفه ويتركون الجزء الجنوبي للزوار للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم الامام الى المحراب العثماني الا في فتره الموسم ويقصد بها موسم الحج وقد يعني حدث هذا مؤخرا فرات الحكومه ان يأتي الإمام ويصلي مكان النبي صلى الله عليه وسلم وذلك للزحام الشديد الذي يكون فيه الزوار والذين يعني قد جمعوا صلاتهم لأغراض السفر فيريدون أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فبقى وقاني من ناحية الجنوب فارغين لمن أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه الصلاة المكتوبة بعد فترة طويلة من الزمان كان المحراب العثماني المنسوب الى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه هو المحراب الذي يصلي فيه الائمه على مر العصور الى ان جاء تاريخ 20/4 -20 ربيع الثاني 1439 وصدر التوجيهات باعاده الصلاه الى المحراب النبوي مره اخرى، توسعه للمصلين الزائرين وايضا اقتداء بمقام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في هذا المحراب الشريف طبعا هذا المحراب هو المحراب الذي يعني يقع في الروضه الشريفه لانه بين المنبر وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه وهناك لفته عجيبه ايها الاحبه ان هذه المحاريب وتعددها وتنوعها كل منها له ما يتعلق به. هناك محراب ايضا سابع ليس موجودا الان لكن مكانه موجود تحت الفرش وهو محراب الصحابي الجليل الخليفه الثاني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو بالمسافه بين المحراب العثماني الذي يصلي فيه الامام ومحراب النبي صلى الله عليه وسلم الموجود في الروضه الشريفه. المملكه العربيه السعوديه في العهد الزاهر وفي عهد الملك سلمان حفظه الله تعالى وبتوصيه من المشايخ عادوا كما كان السابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى المحراب النبوي الشريف واقيمت فيه الصلاه قريبا وما زالت مستمره الى الان رغبه في تيسير المكان للزوار ورغبه في جعل مساحه كافيه للزوار لزياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فتصبح المسافه الاماميه للزياره اما المسافه الخلفيه خلف المحراب النبوي تصبح مصلى المسلمين مع امامهم وايضا سبق لهذا الامر ان في عهد الشيخ عبد العزيز عندما كان امام الحرم كان يرجع بالمصلين في التراويح كان يصلي العشاء في محراب العثمان العثماني ثم يرجع بالمصلين الى محراب النبي صلى الله عليه وسلم يقيم فيه صلاه التراويح والتهجد وهذا عوده الى مكان ما كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي سنه لنا بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم ويكفيهم فخرا انه داخل الروضه التي قال فيها صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه. هذه هي المحاريب الموجوده في المسجد النبوي وما زالت يعني اكثر هذه المحاريب قائمه وموجوده للدلاله التاريخيه ولمعرفه تاريخ هذه المحاريب واثرها التاريخي لا شك ان تامل هذه المحاريب خاصه محراب النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفه مكان مصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنطقه التي كان يصلي فيها الروضه هذا مكان له فضل عظيم ينبغي ان يحرص الانسان على الصلاه في الروضه اما بقيه المحاريب لا يوجد فيه فضل خاص في الصلاه فيها والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. mm -hmm.